اسمي مريم حسن. ايه معنى اسمك؟ بالعبري يعني العبده او الخدمه للرب، بالسرياني يعني مررت البحر، بالمصري ما اعرفش. تفتكري ان الشخص بيعمل الاسم ولا الاسم اللي بيعمل الشخص؟ لا طبعا الشخص اللي بيعمل الاسم. عارفه نوفيلاج معناه ايه؟ لا نوفيلاج حاجه حلوه. عمر جديد صح بجد. نوفل في 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 يعني حياه اعتقد، حياه صح. نوفل قصه. حياه جديده، عمر جديد. 10 مرات صعبه قوي. نوفل اجنبي في نوفل اجنبي في نوفل. شايفه نفسك فين كمان 5 سنين؟ 5 سنين مره واحده هكون عندي ماي اون براند، عندي اطفال. شايفه نوفيلاج فين كمان 5 سنين؟ هيبقوا معايا. انا نوفيلاج بالنسبه لي زي بيتي التاني. نوفل اج نوفل في، حياه جديده عمر جديد.